بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأساتذة الأفاضل، الحضور الكريم، حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدني أنا محدثكم عدنان قلعجي من فريق التقديم في منصة أريد العلمية. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذه المحاضرة العلمية المميزة والتي تحمل عنوان الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي يقدمها لنا اليوم أحد الخبراء المتميزين المهندس ماهر المخامرة. ضيفنا اليوم صاحب رؤية عميقة في نقل المعرفة وتطوير الابتكار، إلى جانب كونه مهندس كمبيوتر وأخصائي تميز مؤسسي. المهندس ماهر المخامرة يحمل درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والماجستير في هندسة الكمبيوتر والماجستير في إدارة الجودة، ويعمل في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهم بخبرته العميقة في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، كما أنه حاصل على العديد من الشهادات الاحترافية التي تعزز من مهاراته الفائقة في نقل المعرفة بفعالية، ودعمه اللامحدود للراغبين في تأليف الكتب والقصص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعكس إبداعه وشغفه بالتكنولوجيا المتقدمة. يمتاز ضيفنا بشغف خاص بنظرية TRIZ تيريز لحل التحديات، وقد أنشأ شركة لتعليم وتطوير القدرات الإبداعية من خلالها في الأردن، كما أسس شركة ماهر للاستشارات والدراسات في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات. وللمهندس ماهر عدة مؤلفات بارزة، من بينها معجم مصطلحات الذكاء الاصطناعي وعالم من الإمكانيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة الواقعية والذي هو قيد الطبع، بالإضافة إلى كتب قيمة أخرى مثل عقل بلا حدود وبطاقات الابتكار باللغتين العربية والإنجليزية. نتطلع جميعا للاستفادة من خبرته ومعرفته، ولعلنا نستلهم من حديثه اليوم أفكارا جديدة نستطيع توظيفها في حياتنا العملية والعلمية والمهنية. أرجو منكم الترحيب بالمهندس ماهر المخامرة، ونترك له الكلمة الآن، فله كل الصلاحية، فليتفضل مأجورا مشكورا. تفضل أستاذ ماهر، لك الصلاحية. على بركة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شاكر لك هذه التقديم الرائع، وأرحب بالحضور وأعضاء منصة أريد التي أتشرف بأن أكون أنتمي لها، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم وتوقعاتكم أستاذ قلعجي، وتخرج من هذه الورشة القصيرة ولكن على الأقل بفكرة متميزة إن شاء الله عن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحيث يسهل عليكم، خصوصا أن المنصة تضم باحثين تسهل عليهم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث، وذلك من خلال الإشارة في هذه الورشة إلى تقنيات أو بعض تقنيات هندسة النصوص المدخلة أو ما يعرف بالبرومبت إنجينيرينج التي سنشير لها إن شاء الله بما يسمح به الوقت. تسمح لي الآن أستاذي أعمل شيرينج. تفضل، تفضل أوكي، معك الصلاحية. أعطوني إن شاء الله ثواني أعمل الشيرينج.
هل الشاشة ظاهرة عند الجميع؟ نعم حدا واضح، بس يخبرني. نعم نعم ظاهرة تفضل. تفضل. ظاهرة يا باشمهندس. طيب شكرا جزيلا، بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. نبدأ الآن بالورشة، وخلونا نسمع في البداية رأيكم، كل حدا يعبر لي بكلمة أو بجملة قصيرة عن رأيه بالذكاء الاصطناعي من خلال تسليط كاميرا الموبايل على هذا رمز الاستجابة السريع كيو آر كود، ويكتب جملة أو كلمة عن رأيه بالذكاء الاصطناعي، أو ماذا يخطر على باله عندما يسمع كلمة الذكاء الاصطناعي، ما هي الفكرة التي يستدعيها دماغه لما يسمع كلمة الذكاء الاصطناعي؟ خلينا نشوف آراءكم. أستاذ عدنان، هل أوكي مستقبل واعد، ذكاء غير طبيعي، المستقبل، السرعة. نعم، هناك يعني كثير من الكلمات التي تستدعيها الذاكرة حول الذكاء الاصطناعي عندما نسمعها. أنا مثلا عندما أستمع الذكاء الاصطناعي يخطر على بالي تقنيات المستقبل أو المستقبل، فعلا أكثر كلمة تخطر على البال. وسيلة سريعة، ذكاء غير طبيعي، السرعة. تمام، إذا بعد ما عرفنا طبعا كل إنسان بينظر من زاويته من زاوية مختلفة للذكاء الاصطناعي، وهذا شيء متوقع وطبيعي. الكلمة اللي فازت هي المستقبل، أكثر كلمة تكررت. نعم المستقبل كله بالذكاء الاصطناعي. يعني اليوم من يومين بدأ معرض الطاقة في أبو ظبي أديبك، وكان كل الأجنحة المشاركة ترفع شعار powered by AI، يعني مفعل باستخدام الذكاء الاصطناعي. أيضا في معرض جايتكس في دبي، ما في جناح على اختلاف الشركات واختلاف أنشطتها وخدماتها ومنتجاتها إلا كلهم كانوا رافعين شعار powered by AI، يعني مقوى أو معزز بالذكاء الاصطناعي. فأصبح الذكاء الاصطناعي كلمة السر للنجاح في كل الأنشطة الحياتية في الواقعة واللي حتطلع في المستقبل إن شاء الله. فالمستقبل نعم ذكاء اصطناعي. الآن إحنا الآن حنتكلم عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي شعارات لأهم أو أكبر 3 شركات عملاقة في هذا المجال. شركة أوبن أي أي، هذا شعارها الأخضر والأبيض، واللي عملت شات جي بي تي، وشركة جوجل غنية عن التعريف وعملت برنامج جيمناي، وشركة مايكروسوفت، وهذا الشعار اللي اختارته لبرنامجها الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو الكو بايلوت. إن شاء الله اليوم في هذه الورشة إذا سمح الوقت حنتكلم في 3 مواضيع رئيسية: الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل عام ما هو، أمثلة عملية لنتعرف على الإمكانيات التي يوفرها لنا الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونختم بنظرة على هندسة النصوص المدخلة، النص الذي ندخله للذكاء الاصطناعي ليولد لنا مخرجات قد تكون نصية أو فيديو أو صورة أو برنامج أو رسومات هندسية. فحنتكلم ما هي النصوص المدخلة، هندسة النصوص المدخلة، أفضل ممارسات هندسة النصوص المدخلة. الآن نبدأ بالموضوع الأول وهو الذكاء الاصطناعي التوليدي، أو ما يعرف باللغة الإنجليزية Generative Artificial Intelligence. بعدين حنتكلم عن أمثلة عملية عشان نتعرف على الإمكانيات وهندسة النصوص المدخلة. نبدأ بالذكاء الاصطناعي التوليدي. في البداية ماذا قال عمالقة صناعة الكمبيوتر في العالم عن الذكاء الاصطناعي التوليدي عندما ظهر في عام 1922 على يد شركة أوبن أي أي من خلال برنامج تشات جي بي تي؟ بيل جيتس رئيس مايكروسوفت قال: تشات جي بي تي تقدم خدمة رائعة للذكاء الاصطناعي وتطوير التفاعل بين الإنسان والآلة. يعني هناك آلة وهناك إنسان يتفاعلون مع بعض. بالذكاء الاصطناعي التوليدي هذا التفاعل ارتقى إلى مستويات عالية. ماذا قال إيلون ماسك، وهو شخص ثاني عن التعريف صاحب شركة تسلا والمشاريع
المثيرة للجدل. يقول إن تطوير الذكاء الاصطناعي والتفاعل إنسان آلة، الإنسان يتفاعل مع الآلة، هو مهم جدا، وأنا أرى أن شات جي بي تي تقدم حلا رائعا لهذا الغرض. ماذا قال مارك زوكربيرج تبع شركة ميتا واللي هي صاحبة منصة الفيسبوك؟ يقول أنا أعتقد أن تشات جي بي تي يمكن أن يكون له تأثير كبير في التواصل بين البشر والآلة. إذا هناك آلة ونحن البشر ونتفاعل معها، فهو يقول أن هناك تأثير كبير لشات جي بي تي في تحسين هذا التواصل. ماذا قال تيم كوك اللي هو الرئيس التنفيذي لشركة أبل؟ قال، خليني بس أوضح الشاشة عندي، لأنه أعتقد أن شات جي بي تي تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر تطورا في شو؟ في التفاعل بين الإنسان والآلة. يعني الإنسان لما يتفاعل مع الآلة ويتكلم معها وتتفاعل معه وكأنها إنسان مثله مثلهم. ماذا قال باراك أوباما؟ باراك أوباما قال الابتكارات التقنية مثل شات جي بي تي تمثل تطورا هائلا في، كمان مرة ثانية، تفاعل مين مع مين؟ الإنسان مع التكنولوجيا، وتجعل حياتنا أسهل وأكثر فاعلية. شخصيات بهذا المستوى لما يتكلم عن شات جي بي تي، هذا يعطينا دليل على أنه الشات جي بي تي أو الذكاء الصناعي التوليدي لشات جي بي تي، أحد البرامج اللي بنستخدم فيها الذكاء الصناعي التوليدي، أنه تطور هائل جدا جدا يوازي اختراع الكهرباء حسب قول كثير من المتخصصين. يعني لما دخلت الكهرباء ظهر بعدين الآلات اللي تعمل بالكهرباء والآلات التي مثل المصابيح ومثل السيارات وكذا كذا. الآن شات جي بي تي لما دخل إلى الخدمة كذكاء صناعي توليدي هيصير له تطبيقات هائلة لا يحصيها الحاصل. ستيف بوزنياك، ماذا قال ستيف بوزنياك؟ قال شات جي بي تي تقدم تقنية جديدة مبتكرة لتعزيز التفاعل بين الإنسان والآلة، وقد تكون الأساس للكثير من الابتكارات المستقبلية. من أين جاءت تسمية تشات جي بي تي؟ تشات يعني دردشة. الآن بدنا نشوف جي بي تي، هي اختصار لثلاث كلمات: جينيراتيف، فري تريند، ترانسفورمر. جينيراتيف يعني توليدي، توليدي بمعنى أنه يولد لك محتوى جديد بناء على محتوى أنت تقدمه له. أنت تقدر تعطيه نصا فهو يولد لك نصا آخر، وأصبح يولد صورة أو فيديو أو صوت. بري ترين يعني مسبق التدريب، يعني تم تدريب هذا البرنامج قبل أن يبدأ يدخل في الخدمة من خلال تغذيته بأعداد هائلة من الكتب أو المراجع أو الصور الفيديو أو الفيديوهات. ترانسفورمر هي عبارة عن نموذج لتعلم الآلة، ماشين ليرنينج موديل. هذا النموذج سموه ترانسفورمر، محول. إذا هو عبارة عن خوارزمية اسمها ترانسفورمر، اختاروا لها اسم ترانسفورمر. فأخذنا جي بي تي جنريتيف بري ترين ترانسفورمر وركبناها مع كلمة شات، لأنه بيتيح لك هذا الذكاء الصناعي التوليدي أنه تتفاعل مع الآلة بالكلام. تمام؟ من الذي طوره؟ هي شركة اوبن اي اي اللي تأسست في 2015 من قبل عدد من ابرز الشخصيات في مجال التكنولوجيا مثل ايلون ماسك وسام التمان. والشركة حسب موقعها تحكي انها تهدف الى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسؤولة وتوفير وصول حر وعادل لتلك التقنيات. متى اطلق؟ في نوفمبر 2022، يعني احنا في هاي العام 23 24 اكملت سنتين من اطلاق. تمام؟ وبيعمل الهدف الاساسي منه معالجه اللغه الطبيعيه اللي احنا بنتكلم فيها بيننا وبين بعضنا بهدف التواصل. هاي المعالجه تشمل اعالج لغه عشان اترجمها، اعالج اللغه علشان الخصها، اعالج لغه علشان انشئ نصوص جديده. فوائد استخدام شات جي بي تي، هاي فقط على سبيل المثال وليس الحصر، يعني لذكر بعض الأمثلة: تحسين خدمة العملاء، توفير الوقت والتكلفة، تحسين التسويق، تحسين تجربة المستخدم، تحليل البيانات، تحسين الإنتاجية، التواصل مع الجمهور، وغيرها الكثير. ولكن ربما تم ذكر يعني هذه السبعة لأنها الأكثر استخدامات في التطبيقات. كيف يعمل شات جي بي تي؟ بيعمل على الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة والتحليل اللغوي للنصوص. التحليل اللغوي للنصوص، هناك تقنيات
بحيث انه النص المدخل يتم التعرف على الكلمات، وحسب احصائيات لورود هذه الكلمات في النصوص التي تم تدريبه عليها، بحيث بامكانه بخلال خوارزمية معينة يربط الكلمات مع بعضها بطريقة تظهر وكأن اللي يتكلم إنسان. هي خوارزمية تم تطبيق هذه الخوارزمية على النصوص اللي تعلمها، وعند تطبيق هذه الخوارزمية أصبح يربط الكلمات مع بعضها بحيث تطلع نصوص أقرب ما تكون إلى اللغة البشرية. تمام؟ إذا تشات جي بي تي هو نموذج لغوي ضخم. شو يعني ضخم؟ ليش كلمة ضخم إجت؟ لارج لانجويج موديل، يعني تم تغذيته بكم هائل من الكتب والنصوص والفيديوهات والتسجيلات الصوتية عشان يتدرب عليها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. التدريب إلى ماذا يهدف؟ يعني أنا بدربك على شو يا تشات جي بي تي عشان تفهم أنا شو بطلب، شو بعطيك، وبتفهم شو بطلب. أنا بعطيك نص، أنت فهمت النص، أنا بطلب منك تلخص النص ففهمت الطلب ورديت علي بنص ملخص أو أي طلب آخر أنا محتاجه. أوكي، فال ال ام لما تسمعوها معناها لارج لانجويج موديل. شو هو الذكاء الصناعي التوليدي مرة ثانية؟ هو نوع من تقنيات التعلم الآلي التي تمتلك القدرة على إنشاء أو توليد جنريت بيانات جديدة مثل الصور والنصوص والمقاطع الصوتية بناء على شو؟ على تدريب الإنسان لهذه التقنية. يعني هذه التقنية لم تكن لتقوم بهذه المهمة لو لم يقم الإنسان بشغلتين: تغذيته ببيانات وإخضاعه لخوارزمية على هذه البيانات، بحيث أنه باستخدام هذه الخوارزمية يطلع بنصوص. إحنا عادة نعرف أنه في برامج الكمبيوتر دائما في برنامج وفي مدخلات عشان يعطي مخرجات. أنا بعمل برنامج معين عبارة عن instructions أو تعليمات، وفي مدخلات، هاي الانستركشنز تطبق على المدخلات. فالفكرة العامة واحدة، المدخلات هي نصوص تم تدريبه عليها أو صور، البرنامج اللي هو اللارج لانجوج موديل. الآن لما اللارج لانجوج موديل يشتغل على هذه النصوص أصبح جاهز لتلبية طلباتنا. بحكي له مثلا اكتب لي قصيدة شعرية بأسلوب نزار قباني عن تصف فيها البحر من 20 كلمة. خلاص فهم الكلام، وهو مدرب على آلاف مئات آلاف النصوص، فبإمكانه يختار الكلمات المناسبة ويشبكها مع بعض وتطلع وكأن شخصا فعلا هو الذي قال هذه الكلمات. هو لا يفهم ما ينتج. الذكاء الاصطناعي التوليدي هو بيعطي كلام بدون ما يفهم شو معنى هذا الكلام، ولكن الخوارزمية هي الذكية. الذكاء في الخوارزمية اللي عرفت كيف، يعني العلماء اللي اخترعوا الخوارزمية، وبالمناسبة اسمها attention is all what you need. هذه الخوارزمية أو التعليمات التعامل مع النصوص لما اتطبقت هي عبقرية جدا. على النصوص صارت تختار كلمات بطريقة ذكية جدا وتربطها مع بعض ويطلع نص مسبوك وصحيح وشكله وكأنه خرج من عقل إنسان. يمكن استخدامه طبعا في ابتكار المساعد الافتراضي، انه اصير عشان اتحدث معاه مثل سيري واليكسا، عشان خدمه المتعاملين، انشاء موسيقى، محتوى فني، نصوص، صور، فيديوهات، قصائد، قصص، كتب علميه، اشياء مجالات الابداع فيها لا تنتهي. زي ما حكينا لما اخترعوا الكهرباء في عصر الكهرباء، بالكهرباء الاف التطبيقات. الان لما طلع الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن استخدامه بالاف التطبيقات. توليدي، أدوات الذكاء الصناعي التوليدي تولد محتويات مرئية، محتويات صوتية، محتويات مكتوبة أو محتويات برمجة. عشان ما أطول عليكم، أكثر ثلاث برامج عملاقة في هذا المجال، شركة عملاقة، هي أوبن أي أي اللي عملت شات جي بي تي، وجوجل اللي عملت جيمناي وهو متطور جدا، ومايكروسوفت اللي هي عملت كو بايلوت. جي بي تي نموذج لغوي ضخم، تطبيق للذكاء الصناعي التوليدي. الذكاء الصناعي التوليدي هو أحد تقنيات تعلم الآلة. يعني أنا بدي الآلة تتعلم، طيب شو تقنية تعلم الآلة؟ في أحد تقنياتها الذكاء الصناعي التوليدي. الذكاء الصناعي التوليدي الآن جاهز عندنا، عملت أنا تشات جي بي تي، تشات هذا الجي بي تي، تشات جي بي تي هو الوسيط بين الإنسان وبين النموذج اللغوي الضخم. النموذج جاهز الآن، طب أنا بدي أتكلم مع النموذج، ففي واجهة للدردشة مع هذا النموذج. يعني تخيل النموذج كأنه إنسان قرأ مليون كتاب. الآن أنا هذا الإنسان بدي وسيط بيني وبينه، مثلا برنامج واتساب بدي أتفاعل معه، أو لساني وأذنه. أنا بلساني بتكلم، هو بأذنه سمع،
وبلسانه أنتج. تمام؟ فتشات جي بي تي هو البرنامج الوسيط أو الواجهة اللي تربط بيني أنا كإنسان وبين الجي بي تي علشان أستخرج منه نصوص. تمام؟ أوكي، خلينا الآن نطلق رصاصة الانطلاق ونبدأ نتعلم على بعد ما أخذنا فكرة عن الذكاء الصناعي التوليدي. أسهل طريقة عشان نفهمه إن ندخل ونتعرف على إمكانياته مباشرة. فبدنا أمثلة عملية، وأنا الآن حفتح تشات جي بي تي، وبعديها قبل ما أفتح خليني أحكي لكم شو الأشياء اللي حنتعرف عليها. أنا حيكون عندي مثلا نص، هذا نص أنا جبته من الإنترنت، هذا نص آخر جبته من الإنترنت، هذا نص آخر، بعض النصوص حتى نجرب عليها استخدام تشات جي بي تي، لأن تشات جي بي تي ممكن أنا أطلب منه يولد لي نص أو أعطيه نص يشتغل عليه. تمام؟ إما بطلب منه إنه يولد لي قصة أو شعر أو صورة، أو أنا بعطيه قصة أو شعر أو صورة أو طلب عشان يعطيني نص. إذا إما بعطيه النص وبطلب منه يشتغل عليه سواء تلخيص أو تحليل، أو بطلب منه نص بشكل عام. فمن الأشياء اللي بنعملها في تشات جي بي تي واللي حنجربها اليوم بسريع: طلبات تلخيص الفقرات، طلبات استخلاص معلومات من فقرات، طلبات إجابة على أسئلة. ما بعطي نص ولكن بسأله: ما هي عاصمة فرنسا؟ عاصمة فرنسا باريس. ما هو أكبر الكواكب؟ أكبر كوكب هو المشتري. إذا ممكن أنا أعطيه أسئلة وهو من خلال ما تدرب عليه البيانات يبحث فيها ويعطيني إياها. ما تفكروا مثل جوجل، جوجل البرنامج البحث أو محرك البحث جوجل سيرش انجن، بروح بدور على مواقع مخزنة فيها هاي المعلومة وبيحكي لك والله هاي المواقع تتحدث. ولكن في تشات جي بي تي لا، هو بيألف بيربط كلام مع بعض بطريقة تظهر وكأنه الكلام تم صياغته على يد بشر. أوكي؟ ولذلك بحب أنوه إنه أحيانا الكلمات اللي بربطها مع بعض صياغيا ونحويا صحيحة ولكن علميا خاطئة، يعني ممكن يغلط، ممكن يعطيني معلومات خطأ، لأنه صدف حسب الخوارزمية اللي هو بيشتغل على أساسها في ربط الكلمات اللي على حسب الإحصائيات من الكلمات اللي بتيجي بعد الكلمات التالية ويربطها جملة صحيحة، ولكن قد يصدف إنه يعطيك معلومة خاطئة. أذكر على سبيل المثال لما مثلا مرة سألوه هيك في بداياته، حكوا له عشان تعرفوا إنه هو ليس ذكي مثل ما يقال، يعني هو مجرد تطبيق خوارزمية. أقول له: أم أحمد عندها 3 أولاد، خالد وعلي، ما اسم الولد الثالث؟ البشر ما بيحكوا لك، ما أنت بتحكي أم أحمد يبقى أكيد الولد الثالث هو أحمد. لم يتمكن الإجابة عليها. بعدين طبعا مع التطوير والتدريب صار يتمكن من الإجابة على الألغاز. أيضا كمان يمكن استخدامه لتصنيف النص. تصنيف النص يعني مثلا تحليل المشاعر، اعطيه نص واحكي له: ما هي برايك المشاعر التي سيطرت على كاتب هذا النص؟ وكل انواع المشاعر اللي ممكن تخطر على بالنا من الغضب والسرور والبهجه والفرح والحزن والكآبه، كل أن عجله المشاعر كلها موجوده عنده. ممكن اعطيه النص واحكي له، ممكن صنف النص حسب المواضيع، ما هو الموضوع؟ مثلا هذا موضوع سياسي، هذا موضوع اجتماعي، هذا موضوع اقتصادي. ممكن اصنف له النص على حسب البريد المزعج، اعطيه بريد واحكي له: هذا البريد هل تعتقد انه بريد مزعج سبام هاكر، ولا بريد اصلي فعلا من شخص حقيقي يتواصل معي بغرض مثلا بريء وليس بغرض الهاكر او السرقه. ممكن كمان كشف النوايا، اعطيه نص معين واحكي له: ماذا تعتقد انه هذا الشخص ينوي؟ وبحكي حتى يعني ما في قواعد انه احكي معاه بالفصحى او بالعاميه، بحكي حتى معاه باي طريقه، حتى باي اسلوب. يعني بحكي له: يا تشات جي بي تي الله يخليك، شوف لي هذا الشخص شو ناوي يعمل معي من وراء الايميل هذا، وابعث له ايميل. ممكن جدا يستنتج يحكي: والله انا اشك في نوايا هذا الشخص، هذا الشخص قاعد يستدرجك علشان يوقع بك في مصيبه، او هذا الشخص قاعد يحاول ياخذ منك معلومات فلا ترد عليه. عنده القدره على كشف النوايا من خلال قراءه الكلام. ايضا في تصنيف النصوص يصنف العواطف، هذه العاطفه التي دارت في النص هي عاطفه حب، عاطفه كره، عاطفه غضب. يمكن انك تعطيه نص وحنجرب ان شاء الله، وكانكم تجربوا بسهوله، يعني اعطيه فقره ايميل وصل واحكي له: ما هي العواطف التي تسيطر على كاتب هذا النص؟ حتى بيستخدموها مثلا التجار لما يجيهم ايميل من زبون
قد يكون هذا الايميل فيه شكوى او فيه شكر، فحتى ما يغلب حاله بروح بيعطي هذا النص، لانه ممكن يعالج الاف الايميلات في نفس الوقت، ويحكي له تصنف لي اياهم، الايميلات اللي فيها عواطف صادقه، الايميلات اللي فيها عواطف مزيفه، ايضا لديه القدره على تصنيف نوع العاطفه والحكم عليها بدقه عاليه اذا كانت عواطف حقيقيه ام مزيفه. ايضا ممكن هناك طلبه كتابه كودات برمجيه، يعني طلبة الحاسب الآلي الآن أصبح سهل جدا عليهم يكتب كود برمجي باستخدام شات جي بي تي ويجربه ويجري عليه تعديلات بسيطة إذا كان محتاج. يعني ممكن أحكي له اكتب لي برنامج يخلي الكمبيوتر يلعب معي لعبة إكس أو، اكتب لي برنامج أعطيه مجموعة من أسماء الطلبة وعلاماتهم ويرتب لي إياهم حسب الأعلى فالأقل مع حساب كذا كذا، اكتب لي البرنامج بلغة بايثون، اكتب لي البرنامج بلغة البيسك، يعني ممكن تحدد له البرنامج واللغة اللي يكتب لها، بيطلع لك كود برمجي، تاخذ هذا الكود، وفر عليك 99% من الوقت، ما عليك إلا تجربته، وإذا كان في أخطاء بسيطة أنت بتعدلها أو بتخليه هو يعدلها. يمكن أيضا طلبات إعادة صياغة النصوص، أنا ممكن أعطيه نص وبعدين أحكي له أنا هذا النص محتاج إعادة صياغته بأسلوب أكثر جدية أو بأسلوب فكاهي أو بأسلوب محايد، أو اكتب لي هذا، أعد صياغة هذا النص بأسلوب ستيف جوبز، أعد صياغة هذا النص بأسلوب الشاعر المتنبي، أعد صياغة هذا النص بأسلوب نزار قباني. تخيلوا هاي كلياتها يمكن عملها، هاي طبعا شيء من كثير، يعني قطرة من بحر مما يمكن الاستفادة منه في الذكاء الاصطناعي. خلينا نبدأ الآن في طلبات تلخيص الفقرات، طلبات أو برومبتات أو نصوص مدخلة، هي تسمى باللغة الإنجليزية، اصطلحوا على تسميتها برومبتس، برومبتس فور تكست سمرايزيشن. فأنا الآن هروح على نص مدخل عندي، مثلا هذا النص عن شركة فيراري، هاخذ هذا النص أعمل عملية نسخ إلى الذاكرة، وهروح أفتح تشات جي بي تي عشان نطلب نشتغل على هذا النص الأشياء اللي إحنا تكلمنا عنها. تشات جي بي تي الدخول إليه سهل، أكيد كلكم صرتوا بتعرفوه. هدخل على النسخة اللي عندي اللي هي آخر نسخة 4.0، هذه واجهة استخدام الآن بطريقة افتح. يعني طبعا مش هنتكلم عن طريقة الدخول لأنه الكل صار يعرف الدخول لها. أوكي، يظهر أنه هناك مشكلة بسيطة، خليني أجرب الدخول مرة ثانية. مشاكل تقنية متوقعة أحيانا. احكوا لي الصوت واضح لغاية الآن، لأنه بس حتى أطمن أنه أنا ماشي معاكم. واضح واضح بس أي تمام. حدا، تمام. هاي الشاشة تشات جي بي تي، على اليسار هنا قائمة المرات اللي أنا استعملت معها فيها، كل مرة بتتعامل مع تشات جي بي تي بيفتح لك جلسة بنسميها سيشن، وهذا المستطيل لكتابة البرومبت. فأنا الآن بدي أحكي له باللغة العربية كمان، لخص لي الفقرة التالية، نقطتين رئيسيتين، شيفت مع انتر حتى انتقل الى السطر القادم، كنترول في، والان اعطيته النص اللي انا من شوية جبته عشان نجري عليه بعض التجارب نشوف كيف اقدر يلخصه. انا الان فقط اعطيته لخص لي، ما اعطيته اي شروط ثانية. ملخص الفقرة، تأسست شركة فيراري على يد إنزو فيراري كذا كذا، لخصها. أنا ما أعطيته بعض الشروط، الآن لما أطلب منه تلخيص الفقرة بيعطيني هنا إذا يقرأ لي إياها بالصوت، هنا إذا أريد أنسخ هاي الفقرة إلى ذاكرة الكمبيوتر من أجل أني ألصقها في برامج معالجة النصوص مثل الوورد، وهنا إذا هذا النص عجبني جود ريسبونس ثامس أب ممكن أضغط عليه علشان هو يستفيد ويتعلم أنه هذا الشغل تمام طريقته ممتازة. الآن ممكن أحكي له أعد التلخيص على شكل نقاط رئيسية، وممكن أحدد له إياها، أحدد له العدد على شكل 3 نقاط رئيسية. فرجوا هو الآن فهم إنه أنا أتكلم عن نفس الفقرة، أعد التلخيص. أوكي، إذا في حدا بيسأل سؤال، بس إنه الأستاذ عدنان الله يسعدك ممكن إذا السؤال
ضروري عادي تقاطعني وتقرأ لي السؤال وبنجاوب عليه. شوفوا الآن كيف أعاد بداية شغف إنزو فيراري بالسيارات، حتى عمل كمان بولد فيس، الخط الغامق أو الغليظ كعنوان، وبعدين فقرة. ممكن أحكي له لخص ب 20 كلمة فقط، ب 20 كلمة فقط، يعني أعطيني أهم 20 كلمة ممكن أنا زبدة الزبدة أفهم منها هذا النص عن شو يتكلم تبع شركة فيراري. إنزو فيراري عشق السيارات منذ صغره، أسس شركة فيراري وصمم أول سيارة رياضية، اختار شعار الحصان الجامح رمزا للنصر. هذه خلاصة الخلاصة للفقرة الطويلة اللي شفناها هنا. أحيانا كثير الباحثين ما عنده وقت أنه يقرأ آلاف الصفحات، فبيستخدم شات جي بي تي يلخص له بطريقة مريحة له، إما على شكل نقاط أو على شكل فقرة صغيرة، أو حتى أنا ممكن أعمل له أحكي له لخص لي إياها على شكل جدول. يعني طلعوا معي، أعد التلخيص على شكل جدول من عمودين بدون ما أحكي له العمود الأول شو والعمود الثاني شو، وممكن أحكي له أسماء العمودين، بدي أتركه لذكائه يعرف شو العمود الأول والثاني. لاحظوا النقاط الرئيسية والتفاصيل، أعطاني إياها على شكل جدول. هذا الجدول ممكن أخذه وأستخدمه، مثلا شغف إنزو فيراري بالسيارات والسباقات، تأسيس شركة فيراري، اختيار شعار الحصان الجامح. هاي النقاط الرئيسية الثلاثة في الفقرة وتفاصيل لكل نقطة. بدأ إنزو فيراري عشق السيارات منذ صغره، مما دفعه للعمل كسائق سباق أسس. طيب أنا ممكن محتاج ترجمة باللغة الإنجليزية، تخيلوا ممكن أحكي له أعد. أنت كيف ما بخطر على بالك، ما في قواعد ثابتة لازم أحكي بها، لأنه هاي مش برمجة، أنت تتكلم بأسلوبك. أعد الجدول بحيث تضيف عمود للترجمة باللغة الإنجليزية. الآن حيصير الجدول من 3 أعمدة، لاحظوا النقطة الرئيسية التفاصيل وإنجليش ترانسليشن. بإمكاني هذا الجدول أخذه وأتعامل معه في برامج معالجة النصوص. إذا حكينا عن التلخيص، خلينا نشوف شو النقطة الثانية اللي تكلمنا عنها. تكلمنا عن استخلاص المعلومات، استخلاص ممكن أطلب منه يستخلص لي، مثلا استخلص، شوفوا معي السحر، استخلص من النص السابق أسماء المدن. يعني إذا ورد في أسماء مدن في النص طلع لي إياها. بولونيا مدينة. طيب استخلص من النص السابق السنوات، إذا في مرض ذكر لأي سنوات استخلص لي إياه. هاي السنوات اللي مرت في النص 1919، 1920، 1923، 1929، 1947. الآن ممكن بدي استخلص اسماء اشخاص، بدل ما احكي له استخلص من النص السابق السنوات ممكن احكي له الاشخاص، بس هيك الاشخاص. هو حيفهم انه انا قصدي، لانه احنا ماشيين في جلسة، انه انا اقصد استخلص من النص السابق الاشخاص. انزو فيراري، الفريدو الاخ الاكبر له، فرانشيسكو باركا الطيار الايطالي الشهير، والد فرانشيسكو باركا. اذا هو من الذكاء بحيث يمكن انه يفهم احيانا بجمل قصيره بناء على انه احنا في نفس الجلسه. نيجي نشوف عشان الوقت طلبات الاجابه على الاسئله، انا ممكن استخدمه يجاوب لي على اسئله، يعني مثلا ما هي عاصمه مصر؟ عاصمة مصر هي القاهرة. كم هي المسافة بين القمر والشمس؟ ثاني فقرة، لأن المسافة مش ثابتة، بتعتمد على الشهر والسنة اللي إحنا فيها، إذا كمان هذه إمكانية أخرى. أيضا نيجي الآن لتحليل أو المشاعر، أنا حكتب بعض الفقرات وشوفوا كيف إنه هو حيحلل المشاعر.
مثلا حكي له انه وصلني ايميل من زبون في هذا الفقره، احط الفقره القصيره واحكي له حلل المشاعر اللي سيطرت على كاتب هذا الايميل. وصلني هذا البريد واريدك ان تحلل لي مشاعر المرسل. اوكي، نقطتين رأسيتين، شيفت انتر، وبدي احاول اختمس. مثلا لقد كنت في متجركم اليوم، للأسف أني لم أجد ما أريده من حسن استقبال. مثلا هيك بس للتوضيح، يعني أنا ممكن هذا يكون الإيميل الطويل. تحليل المشاعر في هذا البريد يشير إلى مشاعر الإحباط وعدم الرضا. يمكن ملاحظة أن المرسل غير راض عن الخدمة التي تلقاها، ويبدو أنه كان يتوقع استقبالا أفضل أو خدمة أعلى جودة في المتجر، لكنه لم يجد ذلك. استخدامه لكلمة للأسف يعبر عن خيبة أمله، كما يشير أسلوب التعبير إلى خيبة أمل قد تكون مصحوبة بشيء من الاستياء. طبعا أنا حمشي أسرع بس كسبا للوقت، يعني أمثلة صغيرة صغيرة. بالنسبة لتصنيف المواضيع، أنا ممكن أعطيه موضوع مثلا وأحكي له هذا الموضوع كيف تصنف، أو أحكي له صنف لي المواضيع التالية إلى ما تراه مناسبا. أنا ما بديش أحكي له صنف على شو، وأحكي له الموضوع الأول اشتريت كيلو جرام من الجبن يوم أمس. أوكي، أنا بحط أمثلة قصيرة جدا فقط عشان أوصل الفكرة. سوري، كنت بدي أحط الموضوع الثاني بس ضغطت على إنتر بالغلط، فحنشوف شو الإجابة. التصنيف هو مشتريات او تسوق يومي، كنت بدي احط الموضوع الثاني ذهبنا في رحله، الموضوع الثالث كنت ادرس الامتحان، وبعدين موضوع رابع اشتريت فحيروح يصنف لي المواضيع. تمام، للان الامور واضحه. ممكن احكي له صنف لي هل هذا بريد مزعج او لا، يعني وصلني البريد التالي، مبروك لقد ربحت مليون دولار، يرجى الضغط على الرابط المرفق لتصلك الجائزة. أوكي، أنا وصلنا إلى التالي. الآن بدي أحكي له مهمة، ممكن أعطيه طلب مباشرة أو أعطيه اسم للطلب، مثلا المهمة اللي يعني بما معناه أنا شو أطلب منك؟ ما رأيك؟ بس ما رأيك مثلا؟ شو رأيك؟ خلينا نشوف شو حيحكي لنا. هذا البريد يبدو احتياليا غالبا. احتياليا غالبا ما تكون الرسائل التي تدعي ربح جوائز كبيرة وتطلب الضغط على رابط الحصول على الجائزة محاولات الاحتيال الإلكتروني أو اصطياد المعلومات الشخصية. من الأفضل عدم الضغط على الرابط وعدم التفاعل مع هذه الرسائل. واضح التجربة؟ ممكن طبعا تعممها على كل أنواع الرسائل الإلكترونية اللي عندك وتسأله شو رأيك فيها، ممكن يحكي لك رأيك. هذا بريد مستعجل، هذا بريد احتياري، هذا بريد عائلي، هذا بريد يدعوك لكذا. تصنيف النص كشف النوايا، أنا ممكن أستخدم كشف النوايا على نفس المثال. ماذا تعتقد عن نوايا المرسل؟ طب انا ما حكيت له مين المرسل، انا لاني في نفس السؤال، فاكيد هو حيفهم انه انا بقصد نوايا مرسل رساله مبروك لقد ربحت مليون. نوايا المرسل في هذا البريد على الارجح غير سابقه وتهدف الى الاحتيال، من الواضح ان الرساله تعتمد على اثاره حماس المتلقي عبر وعده بجائزه كبيره. طيب ناخذ مثلا مثال على تصنيف العواطف، مثلا ما هي العاطفه في هذا النص؟ ما هي العاطفة؟ صنف لي العاطفة، اشرح لي ما هي العاطفة، ما هي العاطفة في هذا النص؟ وحكتب مثلا كلام صديقي الغالي،
لقد اشتقت لحواراتنا الأدبية. بس مع يعني حتى نختصر زمن يعني نلتزم بالوقت. العاطفة في هذا النص هي الحنين والمودة، يظهر المرسل شوقه وحنينه لصديقه ولقضاء الوقت في حواراته الأدبية، مما يعبر عن تقديره للعلاقة والذكريات التي تجمعها. طيب ممكن أطلب منه كود برمجي، أنا مثلا ما بعرف يعني شاطر في البرمجة ولكن بدي أوفر وقت، فممكن أحكي له اكتب لي كود برمجي واحكي له اللغة بلغة بايثون لتصميم لعبة، تعرفوها لعبة اكس او اللي بيعمل اكس ثلاث اكسات او ثلاثة حرف او قبل بعض افقي او عمودي. هاي البرنامج الان جاهز، اذا انا مبرمج كمبيوتر وعندي بيئة لتنفيذ هذا البرنامج واختباره، كل ما هنالك باخذ هذا الكلام بعد ما يخلصه وبحطه في بيئة برمجية علشان اختبر انه فعلا هل الكمبيوتر حيلعب معي لعبة اكس او ولا لا. فيمكن كتابة كودات برمجية، لو كمان بيشرح لي الكود. ممكن احكي لكم مفاجأة الان، هو الان بيشرح الكود كيف اشتغل، يعني التسلسل المنطقي لكتابة هذه التعليمات اللي بتخلي الكمبيوتر لما ينفذها يبدأ يلعب معاك لعبة اكس او. انا ممكن اخذ هذه اللعبة هذا الكود عشان اجرب عليه تجربة. اوكي، هنا زي ما حكينا هاي تبعت الكوبي، واعطيه الكود، اعمل خطأ في الكود واكشف لي هل في خطأ في الكود. أوكي، ما هو الخطأ في هذا الكود او البرنامج؟ شفت انت؟ وانا بدي اعمل خطأ من عندي، بدي اتدخل في بعض الاشياء اللي ممكن تعمل اخطاء، مثلا كلمة دف هذه بدي اعملها كأنها دق او هيك، يعني اغير حرف في كلمة اصلية تستخدم في لغة البرمجة واشوف هل حيكشف هذا الخطأ او لا. يعني افترض انا انه انا عندي كود موجود، اشوفه اكتشفه، اكتشف الخطأ انه هاي المفروض تكون بدل دي اي اف مكتوب دي اي جي، المفروض تكون دي اي اف. اذا كمان مش فقط بيكتب كودات، ممكن انه يصلح لك الكودات ويشرح لك اياها، اليك الكود المصحح. يعني احد زملائي مدرس دكتور في احدى الجامعات، صار لما يعطي طلابه برامج واجبات فروض منزليه لكتابه كودات برمجيه، التصحيح صار عنده سهل جدا، بدل ما يمضي نص الليالي وهو يصلح ويكتشف شو اخطاء البرامج ويجربها، بيعطيها لتشات جي بي تي وشات جي بي تي بيعطيها. حكيت له طب ما هو الطالب نفسه كمان حيكون كاتبها بتشات جي بي تي. حكى لي فعلا هو هذا الشيء المحير حاليا، انه الطالب والاستاذ الاثنين صاروا يعني كمان يستخدموا نفس الذكاء الاصطناعي. الدكتور بيطلب منه هوم وورك بيعملها بالذكاء الاصطناعي، باخذه من الطالب وبصححه بالذكاء الاصطناعي. فلذلك طريقة التعليم او يجد ايجاد حلول حتى ما يصير في يعني غش في التعليم او التعليم يفقد مصداقيته، بدنا نستخدم الذكاء الاصطناعي ولكن ليس لتسهيل عملية الغش مثلا. طيب حكينا إعادة صياغة النصوص، خليني أعطيه نص ونحكي له أعد صياغة هذا النص. إحنا نجيب النص تبع شركة فيراري اللي بنجرب عليه دائما الأمثلة، أو هذا تبع الشمس والقمر، شايفين المسافة بين الشمس والقمر ليست ثابتة كذا كذا، هعمل كنترول سي وحكي له أعد 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 صياغة النص التالي بحيث تسهب أكثر في الشرح والتوضيح. شفت انتر كنترول في، أعطيناه النص. الآن المسافة بين القمر والشمس بده يعطيها يعني يزيد عدد السطور. شوفوا إذا بإمكاني أنا أعمل إعادة صياغة النصوص. ممكن أحكي له أعد صياغة النص بطريقة فكاهية للأطفال. أعد صياغة النص، بقصد النص كده، بطريقة فكاهية للأطفال.
انا اي نص بتكلم اكيد عن النص السابق، لانه هو بيتذكر احنا شو قاعدين نحكي مع بعض، لذلك هو تفاعل انسان آلة، يعني كانه واحد فاهم. هل تعلمون يا اصدقاء ان المسافه بين القمر والشمس تشبه لعبه القط والفأر؟ القمر والارض يدوران مع بعضهما في الفضاء، والقمر دائما يلحق بالارض لانها مثل صديقه المقرب، ولكن الارض تحب الشمس وتدور حولها ايضا. تخيلوا معي ان القمر يركب ارجوحه الفضاء التي تربطه بالارض، ويدور معها في كل مكان، والنتيجة القمر والشمس يبعدان عن بعضهما تقريبا 150 مليون كيلومتر مثل الأرض تماما، لأن القمر لا يستطيع أن يبتعد عن صديقه المفضل الأرض. لاحظت بإمكاني أنا أستخدم. طيب أنا ما عندي نص، أنا بدي إياه يرجع لكتاب، فلنفرض مثلا كتاب أكيد هو تدرب عليه لأنه تدرب كل شيء، مقدمة ابن خلدون. ممكن أحكي له اشرح لي كتاب مقدمة ابن خلدون في 5 جمل فقط. الآن حيروح على الإنترنت ويقرأ كتاب ابن خلدون ويلخص لي إياه في 5 جمل فقط. طبعا هذا بما أنها منصة أريد، هي منصة للباحثين، فهاي جدا حيسهل عليهم عملية البحث. مقدمة ابن خلدون خلدون، هو شوفوا ما حكى، ما حط لي على شكل 5 جمل وليست 5 نقاط. انا ممكن احكي له اجعلها، يعني المخرج تبعك اجعلها على شكل نقاط، يعني 1 2 3 4 5. شو هي اللي اجعلها؟ اكيد النتيجه اللي انت اعطيتني اياها عن كتاب مقدمه ابن خلدون. حطه ممكن احكي له اجعلها للتجربة هيك والمبالغة شوية، اجعلها 50 نقطة، يعني أعطيني 50 نقطة رئيسية لما أقرأهم أكون أنا ألميت على الأقل بكتاب ابن خلدون ووفرت علي وقت كثير من القراءة. كل واحد له طريقة مفضلة في القراءة، بعض الباحثين بفضل النقاط الرئيسية، بعضهم بفضل جمل، بعضهم بفكر. أنا ممكن أحكي له الآن اجعلها على شكل 50 نقطة رئيسية وبأسلوب سهل ومبسط وواضح ومفهوم. لاحظتوا؟ لاحظ معي أنت إذا في العصر لثورة المعلومات، أنت ما عندك مثل وقت مثل أيام زمان تقرأ كتب كثير، مئات الصفحات وعدد ما يؤلف من الكتب يوميا بالآلاف، فبدك الخلاصة بدل ما تشترك في المواقع اللي بتلخص لك الكتب وتدفع مقابلها فلوس، اصبح شات جي بي تي يقوم بهاي المهمه عنك. يشير الى ان البدو اكثر استقلالية شجاعه، يرى ان الحضره يتاثرون اكثر بالترف والرفاهيه، يؤكد ان الحضارات تتاثر بالتجاره والثقافه، يناقش كيف هاي 50 نقطه خلال دقيقتين او 3 بتكون اخذت فكره قويه جدا 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 عن كتاب مقدمه ابن خلدون. تمام؟ خلينا الآن بعد ما طلعنا هيك سريعا على بعض إمكانيات برامج المحادثة، وهي أكثر كمان بإمكانك أنت تبتكر. حكينا عن استخلاص المعلومات، وحكينا عن الإجابة على الأسئلة، حكينا عن تصنيف النص، تحليل المشاعر، تصنيف النص حسب المواضيع، تصنيف النص حسب البريد المزعج كأمثلة، تصنيف النص حسب النوايا اللي موجودة، تصنيف العواطف وتحليل المشاعر، حكينا عن كتابة الكودات البرمجية، عن إعادة صياغة النصوص كأمثلة لما يمكن أن يكون به الذكاء الصناعي التوليدي، وهي كمان يعني ممكن تولد شعر، ممكن تسرد، ممكن تحكي له، إذا في مدرسين مثلاً وبدك تعمل قصة للأطفال بدرس مرحلة ابتدائية، ممكن تخترع معاه شخصيات وتعطي هاي الشخصيات سمات معينة وتحدث بينها تفاعل وتحكي له تخيل لي حوار بينها. خليني أجربها معاكم، مع أني أنا لم يسبق أني جربتها، ولكن عارف بالإحساس بالفطرة أنه هاي حيعملها. بحكي له مثلا تخيل لي شخصيات لقصة أطفال هم مثلا أحمد وسعاد وحسن. أحمد طالب مجتهد، سعاد مشاكسة فرضا هيك بس على السريع يعني عشان الوقت، وحسن طالب
يحب الرسوم المتحركة، الرسوم المتحركة. تخيل بينهم حوار خلال الفسحة الدراسية، ماذا يمكن أن يكون هذا الحوار القصير؟ أنا سريع جدا ولكن عشان فقط الوقت، ولكن يمكن أن أحكي له. شوف، فأنا إذا ضبطت البرومت أكثر ممكن أحكي له أنه مثلا والله أعطيه سياق القصة وأعطيه هدف من القصة وأحكي له الآن أكتب لي قصة حوارية بين الثلاث أشخاص هذيلا، بحيث تكون الفائدة أو العبرة من هذه القصة عن فضيلة الصدق أو عن أهمية احترام الوقت. يعني شوف مثلا، أعد الحوار بحيث يعبر في نتيجته عن أهمية احترام الوقت. الآن ممكن هو يتخيل حوار بين أحمد وسعاد وحسن، أوكي، وتكون العبرة من هذه القصة الحوارية هي أهمية احترام الوقت. فالآن اللي بده يألف قصص للأطفال أصبح سهل جدا، حتى وليس قصص للأطفال، حتى قصص للكبار. وأنا عندي منهجية خاصة في دعم الراغبين بتأليف كتب، وأحد الناس اللي ألفوا معي وإن شاء الله قصته حتظهر خلال أشهر، هو فاز بمرتين بجائزة من جوائز القصص العربية بعد ما علمته طريقة الذكاء الاصطناعي خلال جلسة 3 ساعات. الآن بدأ بإنتاج قصة طويلة عن البريكاريا اللي هي العمالة المهمشة وأثرها، وتخيلنا مع بعض الشخصيات وسمات الشخصيات ومكان الحدث والمدينة التي حدث فيها الحدث بشكل كامل، والآن هو شغال على إنتاج القصة باستخدام الذكاء الاصطناعي. كسبا للوقت، ما بقي إلا 9 دقائق، خلينا الآن أنتقل إلى الجزء الثالث. بس أنتم أخذتوا هيك فكرة، مثلا شوفوا هاي أشياء ممكن أطلبها منه، ترجم، اقترح، حتى باوربوينت ممكن يعمل عرض تقديمي، وأنتم كباحثين أكيد بهمكم أحيانا عروض تقديمية. يعني ممكن هاي القصة أحكي له حولها إلى صيغة، واكتب بالإنجليزي باور بوينت. الآن هاي وممكن أطلب منه ينتج رسوم. طلعوا، هو الآن بيقترح لي الشرائح، كل شريحة شو حيكون فيها. أوكي، وممكن أخليه ينتج لي الباور بوينت كامل، يعني يعمل باور بوينت. الآن مقترح لي صورة في كل شريحة. convert، بدي احكي اطلب منه بالانجليزي لانه ما فهم علي انا شو المطلوب. convert to PPT format. الان حيحول لي اياها الى ملف الباوربوينت، واقدر انزله وبعدين اضيف عليه صور والوان وغير الخطوط براحتي. طبعا عدد الشرائح وسرعة الإنترنت بتحدد السرعة. الآن شكله أنجزها. أوكي، شوف الآن تحميل العرض. الآن بدي أحمل العرض التقديمي، فبدل ما أنا أغلب حالي وأفتح الباور بوينت أسوي، الآن أعطاني إياه جاهز، أنا فقط ببدأ بالتعديل عليه. الآن حيفتح لي ملف الباور بوينت، نستعرض مع سوا. احترام الوقت، قصة أحمد وسعد، قصة قصيرة عن أهمية تنظيم الوقت بين الأصدقاء أثناء الفسحة الدراسية. تعرف على أصدقائنا، الفسحة الدراسية البداية، أحمد يشاركهم فكرته، تفكير الأصدقاء، قرار الأصدقاء، الدرس المستفاد. شكرا للمشاهدة. شفتوا كيف الآن عمل العروض التقديمية أصبح سهل جدا، وإمكاني كمان أطلب منه صورة تخيلية، مثلا أرسم لي هيك، أرسم لي هؤلاء الأصدقاء أثناء الحوار، فقط أرسم لي طلب. يعني حكينا توليدي،
أول ما ظهر كان يولد نصوص مكتوبة، بعدين تم تطويره صار يولد صور وفيديوهات وأصوات. نشوف هاي الصورة اللي هي من خيال تشات جي بي تي للأصدقاء الثلاثة، هايهم. طبعا في خطأ، احنا حكينا أن سعاد هو ممكن، أنا ما بعرف اللغة العربية، سعاد بنت، فممكن أنا أصحح الخطأ. سعاد فتاة بنت أنثى. شوف حيفهم إذا حكيت له سعاد بنت أنثى إنه معناها عيد الصورة، خلي لي أحمد وحسن شباب. شكرا للتوضيح، سأحرص على أن تكون طيب. أعد أعد الرسمة الآن، حنشوف هل هو فهم إنه أعد الرسمة بحيث يكونوا الثلاث أشخاص إحداهم أنثى، يعني ولدين وبنت. في المستقبل يعني في الطلب القادم وليس في المستقبل، يعني الآن شفتوا الآن صاروا ولدين وبنت. بإمكاني أنا آخذ هاي الصورة وأروح على الباوربوينت، أوكي، وألصق هاي الصورة، إنيبل إديتينج، وأنا سيلكت ليبل، بس أشياء في الباوربوينت عشان أتمكن من التعامل مع النص، واحكي له بيست، كنترول بي، سوري كنترول زد. يبدو اني ما اخذت الصوره، كوبي ايمج وروح على الباوربوينت. طبعا هذا للتوضيح، الصوره هاي ممكن تكون صور لها علاقه بالعمل البحثي اللي مطلوب، يعني اللي بده الف قصص للاطفال اصبح التاليف مع التصوير مع التصميم شيء ممتع وسهل ولا يأخذ الكثير من الوقت. في الأربع دقائق الباقية حشير إشارة سريعة إلى هندسة النصوص حتى نخرج وإحنا عندنا فكرة عن هندسة النصوص. الآن هندسة النصوص المدخلة، شفتوا الكلام اللي أنا كنت بحكي له إياه، لخص النص، أنتج لي قصة، أعمل لي إياها على شكل نقاط، هذا بنسميه نص مدخل أو بنسميه برومبت أو بنسميه طلب أو بنسميه استدعاء أو بنسميه تلقينة، فإله كثير من التسميات باللغة الإنجليزية، ريحوا حالهم وسموها برومبت، مع إنه الترجمة الحرفية لكلمة برومبت معناها شيء فوري، بنحكي برومبت ريسبونس يعني استجابة فورية، استجابة سريعة. هم الآن أصبحت كمان تحمل معنى النص الذي ندخله للذكاء الصناعي التوليدي من أجل أن نحصل على نتيجة. فالبرومبت انجينيرينج هي انا اخترعت لها من عندي، يعني هندسه التعبير في الذكاء الصناعي التوليدي. لماذا نحتاج هندسه التعبير او ليش كلمه تعبير؟ لانه اذا خانك التعبير ما عبرت صح، فما تلوم الذكاء الصناعي اذا اعطاك اجابه خطا، لانه ممكن التعبير ما كان واضح. فلذلك ظهر علم هندسه التعبير او هندسه النصوص المدخله أو هندسة الاقتراحات برومبت انجينيرينج، هندسة المطالبات برومبت انجينيرينج، هندسة التلقين برومبت انجينيرينج، هندسة الاستفسارات برومبت انجينيرينج، هندسة الاستدعاءات برومبت انجينيرينج، هندسة التعبير برومبت انجينيرينج، وأخيرا هندسة النصوص المدخلة. عجبني هذا التسمية. فبدنا نتعرف على السريع، ما هي النصوص المدخلة؟ هندسة النصوص المدخلة أفضل ممارسات هندسة النصوص المدخلة. النصوص المدخلة أو البرومبتات في الذكاء الصناعي هي التعليمات أو النصوص التي تقدم، الكلام اللي بنكتبه، كل اللي كنا نكتبه اليوم كله برومبتات أو نصوص مدخلة. النصوص المدخلة صياغتها هندستها تلعب دور هام في توجيه الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى إبداعي محدد. يعني لما حكينا له ارسم لي سعاد وحسن وأحمد، رسمهم ثلاث أولاد، بعدين انا عدلت، حكيت له لا سعاد بنت، حكى لي شكرا، طب حكيت له اعد الرسمه. فهذا انا طريقه من طرق هندسه التحاور مع الذكاء الاصطناعي. اذا البرومبت هي التعليمات او النصوص التي تقدم للذكاء الاصطناعي التوليدي لتنفيذ مهمه محدده. هندسه البرومبت، اوكي، هي مجال متخصص في تفاعل الانسان مع الاله، يركز بشكل خاص على ماذا؟ كيفيه صياغه التعليمات او الاسئله او التعبيرات او النصوص المدخله او البرومبتات، احيانا بيكتبوها بالعربي البرومبتات. لماذا بدنا نتعلم كيفيه صياغتها؟ عشان احصل على افضل استجابه من النماذج، وخاصه تلك التي تعتمد على اللغه.
هندسة النصوص المدخلة تبحث كيف أحسن التواصل بين البشر وهاي الأنظمة الذكية عشان أزيد فاعليته. أوكي، تشمل هاي العملية تحليل، تجريب، كيفية تأثير التغييرات. يعني أنا بعطيه النص المدخل بيطلع عندي نتيجة، ما عجبتني النتيجة برجع للنص المدخل وبعدل عليه، بغير فيه، كل تعديل بخليه يعطيني استجابة وبشوف هل تحسنت الاستجابة. يعني زي كأنك أنت رايح مثلا على مطعم وطلبت من النادل وجبة طعام، بعدين جاب لك إياها باردة، حكيت له لا أريد وجبة طعام حارة، راح جاب لك إياها عليها فلفل، حكى له أنا أقصد بحارة درجة السخونة، درجة الحرارة، وليس بأنها عليها فلفل. فبصير كل مرة بتغير في النادل، رايح جاي رايح جاي. فأحد الطرق التعامل معه أنك أنت تصير تغير في الرأي، أو أنت من البداية تكون واضح في الطلب تبعك. يعني مثلا أنا لو سألت الذكاء الاصطناعي ما هو البحر، أنا سألته وجبت الرسمة، حكى لي هو تجمع كبير من المياه المالحة وبيشكل جزء من المحيطات كذا كذا، يعني تكلمنا عن الماء. لكن لما حكيت له تخيل نفسك مدرس مادة الشعر العربي وعلم العروض، سؤالي ما هو البحر؟ اتغيرت الإجابة، لأنه أنا حكيت له يا ذكاء اصطناعي تخيل نفسك مدرس. أنت ممكن تعطي الذكاء الاصطناعي في بداية الجلسة الشخصية اللي حيقوم فيها، تحكي له مثلا اللي هي بالإنجليزي act as ستيف جوبز، act as an engineer، تصرف كأخصائي تميز مؤسسي، تصرف كطبيب نفسي. فلما أحكي له تصرف، أعطيه اسم الشخصية، بصير الردود على في جلسة الحوار على أسئلتي اللاحقة أكثر دقة، لأنك أنت وجهته أنه يتعامل معك وكأنه هو الشخصية اللي أنت طلبتها منه. فلما حكينا له ما هو البحر في المرة الثانية، وحكيت له مثلا يرسم، جاب لي هاي الرسمة، شاعر قاعد بيتكلم. في المرة الأولى لما حكيت له ارسم الإجابة، رسم لي هذا البحر. فهو مش غلطان، لأن أنا ما حكيت له أنا بقصد بحر الشعر العربي فرسم لي هاي، لكن لما فهم انه انا اقصد بحر الشعر العربي راح رسم لي شاعر عربي يلقي قصيدة. لتنامي هندس اهمية الذكاء الاصطناعي في البحث، وانتم باحثين بالصناعة، ففهم كيفية التفاعل مع هاي الانظمة بشكل فعال اصبح مهارة قيمة جدا، علشان تقدر توجه الذكاء الاصطناعي عشان يعطيك افضل ما. فصار في شهادات بسموها برومبت انجينير، ورواتبها عالية، وفي حاجة الى اعداد هائلة جدا من مهندسي النصوص المدخلة، او مهندسي التعبيرات، او مهندسي البرومتات اللي هم برومبت انجينيرز. فمن بعض افضل الممارسات ان النص يكون واضح، ان السياق مناسب داخل النص. انت ممكن تحكي مثلا انا طالب جامعي وعندي بحث بموضوع الطب النفسي، واريدك ان تتخيل حالك بروفيسور لك خبره كذا كذا، هذا السياق. بعدين ببدا اطلب منه طلبات، بعدين وازن دائما بين المعلومات المستهدفه والمخرجات المرغوبه. يعني انا بستهدف نوع معين من المعلومات، فلازم اكون اتاكد انه المخرج يتناسب مع المعلومات. جرب النص المدخل ونقحه، يعني انت ما تنتظر حتى يطلع معاك النص المثالي 100%، اكتب النص المدخل وشوف الاجابه، اذا الاجابه ارضتك خلاص، اذا الاجابه لم تكن مرضيه ارجع مره ثانيه على النص المدخل وعدل وزيد واحذف حتى تحصل، وكل مره كرر التجربه. فمن بعض مكونات النص المدخل ممكن انا اقسمها على شكل نقاط، يعني احكي له 1 انت تصرف معي كطبيب نفسي، 2 أنا مقدم على وظيفة كذا كذا، 3 شخصيتي المتلقي، أنا مثلا شخصيتي خبرة سنة وليس لدي أكثر من ذلك. شروط ومحددات، كون محدد ولا لا تشط برا الموضوع كذا كذا. المهمة قم بتجربة مقابلة وظيفية معي، أنت تسألني وأنا أجيب. يعني ممكن انت قبل ما تروح لمقابلة وظيفية تخلي الشات جي بي تي يمثل معاك دور الاتش ار اللي حيقابلوك، او دور الفني اللي حيقابلك، بعد ما تكون انت وضحت له شو الوظيفه المطلوبه وشو الشخصيه اللي هو حيعملها، وانت شو السي في تبعتك اعطيته اياها، فبدا يقوم معك قبل بليله من المقابله بتمرينك على مثلا مثال بتحكي له تصرف كخبير في التخطيط الاستراتيجي، 2 انا مطالب ببحث اقدمه للاداره العليا حول خطه تحديث الشركه التي نشاطها تسويق منتجات غذائيه، 3 خاطبني وتعامل معي كمدير عام، احتاج لمعلومات لاتخاذ قرار استراتيجي،
4، اشرح لي بفقرة واحدة أهمية تحديد الخطة الاستراتيجية. أنا ممكن أخلي البرومت المدخل على شكل نقاط مرقمة بهذا الشكل عشان أسهل على حالي التعديل. كانت النصيحة الذهبية بالنسبة لي يعني إنه أفضل طريقة عشان تصير خبير في هندسة النصوص المدخلة 3 كلمات: كثرة التجارب العملية. اجلس أمام الكمبيوتر وصير اطلب منه وشوف الإجابة وعدل في الطلب وعدل في الإجابة، تكتشف مع الزمن أنك تكتسب معلومات قد لا تلقاها في المراجع اللي بتتكلم. فاقرأ وجرب وعدل وعيد التجربة ولاحظ الفرق بنفسك، بتكتسب خبرة. كل ما جربت بنفسك حتتعلم تقنيات خاصة بك وستبني خبراتك الشخصية. ونصيحة ذهبية ثانية: لا تثق في إجابات الذكاء الاصطناعي التوليدي 100% لأنه معرض لما يسمى بالهلوسة أي الأخطاء. تحقق بالذات في مجال البحث العلمي، ما بيعطيك كل شيء صح. لما حيعطيك معلومات خذها وروح على جوجل وابحث عن مدى صحتها وعن فعلا أنه في مواقع تتكلم عن المعلومة اللي أعطاك إياها. اكتب النص أحيانا. مثلا من خبراتي أنا ممكن الطلب يكون بالعربي والمخرج بالإنجليزي، يعني بحكي له اكتب لي رسالة باللغة الإنجليزية أطلب فيها مثلا الموافقة على تخصيص ميزانية من أجل تنظيم حفل استقبال لضيوف الشركة. أنا الطلب كتبته بالعربي وطلبت منه أنه يكتب لي بالإنجليزي، أو ممكن أكتبه بالإنجليزي: Please write for me in Arabic language. إذا أنا مثلا بعرفش عربي وبدي رسالة بالعربي فبحكي له بالإنجليزي اكتب لي بالعربي. شكرا لكم، شكرا لحسن استماعكم. تقريبا خلصنا على الوقت. أي سؤال أو استفسار أنا حاضر للإجابة على الاستفسارات بكل سرور. نعم، بارك الله فيكم أستاذ ماهر، سعادة المهندس ماهر المخامرة على هذه المحاضرة الطيبة الرائعة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتبها في ميزان حسناتك. الله يسلمكم. بس بدي ارجع للشير مره ثانيه استاذ عدنان. تفضل تفضل تفضل. الشير موجود عندكم واضح؟ نعم، واضح واضح. اوكي. بالنسبه لجروب اخبار الذكاء الاصطناعي، بيسعدني انضمام اي حدا يرغب بمتابعه اخبار الذكاء الاصطناعي بشكل شبه يومي. دائما ما يصلني من اعضاء الجروب على الخاص بعيد نشره تحت اسمهم على الجروب حتى نظل دائما على درايه. فاللي حاب ينضم للجروب فقط يفتح كاميرا الموبايل ويعمل عمليه مسح لهذا الكود، فحيجد نفسه انضم الى زملائه في اخبار الذكاء الاصطناعي اذا كان مهتم. والجروب مقفل، ما في يعني ازعاج، لا صباح خير ولا جمعه مباركه، فقط انا بحط في الاخبار اللي اما اللي انا بحصل عليها بشكل شخصي او اللي بتوصلني من اعضاء الجروب بعيد نشرها اللي هم بيرغبون. شيء ثاني، إذا تتكرموا علي بملاحظاتكم على هذه الورشة من خلال مسح هذا الكيو ار كود على اللي هو بودينا على منصة بادلت، وبإمكانك تكتب تعليقك. هذا التعليق بستفيد منه كخبير الجودة، بأحرص دائما على الآراء، على النقد الإيجابي حتى أحسن إن شاء الله. فإن أحسنت فتوفيق الله، وإن أخطأت فهو من نفسي. جزاك الله خيرا تعليقاتكم أستاذ. هاي بتشكل لي يعني فرصة ذهبية إني أنا أتحسن أكثر وأكثر وألبي طبعا. شكرا أستاذ عادل عدنان قلعجي، شكرا دكتور. الآن المجال مفتوح لأي حوار أو دردشة حول ما تم سماعه إن شاء الله.